السلام عليكم ميناسان كونيتشوا، مرحبا بكم في قناة حاتي في اليابان. وفيديو النهاردة هو هنروح الأهرامات وهتعرفوا رأي أو ردة فعل زوجي. يلا تعالى نشوف مع بعض الفيديو، أتمنى أن يعجبكم. احنا رايحين رحلة يوم واحد مع الأستاذ رضا اللي هو رضا للرحلات، اللي كنا رايحين معاه قبل كده رحلة بورسعيد. وزي ما قلت قبل كده بتبقى فيه فقرات في الباص. أول حاجة هي فقرة أسئلة وجواز بسيطة، بتبقى أسئلة متنوعة دينية علمية حاجات من دي. طب مين أول نبي نطق باللغة العربية؟ بعد كده في فقرة أو لعبة بنكتب فيها اسمنا في ورقة، وورقة تانية بنكتب فيها حكم، وبعد كده بيختار اسم عشوائي وحكم عشوائي، وهي بتبقى ممتعة جدا. أستاذ محمد هيغني. هيقلب لنا صوت القطة. في الطريق بنقف عند استراحة، ولكن الأطفال بيبقوا نايمين فمنعرفش نتحرك منهم. انا بحب الطريق الزراعي من المنصوره للقاهره، ولكن طريق بورسعيد كان احلى، كان فيه بحر وجو حلو قوي. الطريق للجيزه بياخد وقت شويه، بس عدينا على المتحف الجديد اللي هو اتنقل بشكل من بره، ما شاء الله جميل جدا. مجرد ما بشوف بس شكل الأهرامات من بعيد بحس اني فرحانة قوي، بس الحاجة اللي بشيل همها هو الشمس مع الجو الصحراء ده بيبقى صعب جدا، خاصة معانا أطفال صغيرين. احنا كده وصلنا الأهرامات وهندفع تذاكر الدخول. طبعا تذاكر الدخول المصريين غير الأجانب، أنا دفعت 40 جنيه، وسمعت إنها تغلى من شهر 7 ل60 جنيه المصريين. شون دفع 240 جنيه كزائر، وده اللي شون اتكلم عليها قبل كده، إن هو اختلاف الأسعار بين المصريين والأجانب بيحسوا إنه غريب. هي دي النقطة بقى اللي هو كان يقصدها. الجو طبعا زي ما شايفين كده شمس وحر قوي، فكان صعب جدا الصراحة، وكنا بنشرب مية كتير، وهناك الحمامات بتذاكر، وللأجانب برضك سعر مختلف. I don't want to say anything about that, but they are waiting for pay money guest. المشكلة طول ما احنا ماشيين ان حد بيوقف فينا عشان نركب جمل خيل حاجات من دي، خاصة انهم لما بيشوفوا شون او اجانب عامة يعني، ولو حتى حاولنا ان احنا نتجاهلهم يفضلوا ماشيين معانا ويتكلموا كلام كتير جدا، ودي كانت حاجة تضايق قوي. كل شوية نرد عليهم لا شكرا مش عارف ايه، اخرا عن الجروب، ووقت مفقود على الفاضي. انت مصرية؟ انا مصرية. انا ياباني. انا في الاهرامات. أرامات. نفس الموبايل بتاع حضرتك.
그럼 블록이 되네 그래네. 수고이네. Almost near to your right. 그죠? 수고이네. 그라미도 makes me super smooth. 가비라. 何いない？本当？ケン君、ベビーいない？ベビーピラミッドじゃない。うん。ち何？何？ハサン？ハサン？違う。ガンバル。ガンバル。ケン君やれ。大丈夫。Where are we? Oh, there it is. There it is. Head. 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 الأطفال مبهورين جدا زي ما شايفين كده بالأهرامات وحجمها وبالجمال والأحصنة. بعد كده رحنا نركب جمال ونتصور عليها. أنا كنت بخاف جدا إن أنا أركب جمل ومش حابة إن أنا أركبه أصلا، بحس إنها مخيفة ومش مريحة، بس حبيت إن أنا أجربها لأول مرة مع زوجي والأولاد. هلوها جيلي جد سمايل سمايل عم رضا. مشرف الرحله هو اللي عرفنا بيهم الاستاذ احمد والاستاذ خالد للجمال. هم بقى محترفين، هم لبسونا الشالات دي وركبونا وبياخدونا عند الاهرامات وبيصورنا في كل حته. هلوها نايس. هلوها ايدي. انا كنت راكبه الجمل وانا خايفه قوي لان مشيته مش مستويه، بيقعد يتحرك يمين وشمال كده او قدام ورا، وعالي جدا عن الارض، وكمان ماسكه كريم بايد وماسكه في الجمل بايد تانية. لكن الصراحه اخذنا لك صور كويسه وهتبقى ذكرى برضك لينا. سمايل. احنا دفعنا في المشوار ده ولحد الهرم الاولاني تقريبا دفعنا 100 جنيه للجمل. ممكن برضه تتصور بس على الجمل من غير ان انتم مثلا تلفهم، وتقريبا الصور بخمسة او 10 جنيه حاجه زي كده. هي النقطه كويسه انهم بيرشدونا او بيقولونا على معلومات خاصه بالمكان والاهرامات. كده احنا رايحين عند ابو الهول، موجود في بقيه الجروب ومشرف الرحله، ولقيت ان الاستاذ رضا مصور الجروب صور حلوه قوي، يا ريت صورنا معاهم. سفينكس دي سي ما يقعد على سفينكس بس يو
طبعا سمعتوا مع موضوع ابو الهول اللي غمض عينه ده، ده طبعا مش حقيقي، اعتقد انه كان بس من باب تنشيط السياحه، بس هو الموضوع كان لطيف. جبنا هديه كتذكار لكيكو ماما، وان شاء الله هنشوفوها لما نرجع اليابان، وهنشوف رده فعلها يا ترى هتعجبها ولا لا. هاي كريم عشان كان بيشوف الحصان معدي وعليه بصل بيبيعه في الشوارع، ففكر ان اسم الحصان هو بصل، فعطوه كان يقول على البصل على الحصان بصل، وقال بردك على الجمل ان هو بصل. جمل تعالوا نشوف ردة فعلهم دلوقتي. كيونو تريب وادو دي شتاكا؟ ピラミッドが楽しかった。楽しかった。何が一番楽しかった？ピラミッドが楽しかった。そっかそっか。ラグ？ジャムルの音覚えてる？ジャムルがガムーさん。ガムーさんか。どう？あのラクダ乗った感想はどう？ 大きいね。ピラミッドより大きいかな。うん。ピラミッドとピラミッドのレオスがこの大きいとこにあるんじゃない。すげえ大きかったな。マリコ君ね、ピラミッドの前に立ったけどね。ピラミッドめっちゃちっちゃかったね。石すごい大きかったもんね。まだピラミッド行きたいですか？ はい、今日はピラミッドに来ました。地図とかね、写真とかで見てるよりね、やっぱり実物はめちゃめちゃ大きいですね。自分の生徒と同じぐらいのブロックがね、何個も積まれててね、上は全然見えなかったから。昔の人たちはこれをね、すごいね、四角に切って上まで運んで、すごい大変な仕事をね、今やってるから、ここに残って、それがね、ここにはやっぱりね、たくさんあって、まあそれがやっぱり世界の七不思議の一つになってるんだなっていうのはちょっと見ていけば時間できたかな。あとあれだね、 キャメルは初めて乗りました。<笑>マキアも初めてでしょ。大変ね。<笑>ね。まあでも、そんなに、布が、タオルかなんか、毛布あったじゃん。そうそう。毛布があったからね、あんまりね、その、なんていうのか、カチカチだなとか、そんな感じはなかった。お尻のところ柔らかかったからね。うん。まあでも初めて乗ったからね、まあちょっと、やっぱり人間の、人の高さってやっぱり違うところから見えるからね。<笑>まだちょっと一味ね、歩いてるのとまた全然違うかなっていうのがあってね。 بعد كده ركبنا الباص وهنروح المكان اللي بعد كده فيه الرحلة، وان شاء الله نبقى ننزلها بعد كده. وكده يكون فيديو النهاردة انتهى، اتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب للي مش مشترك في القناة. هتلاقي قناة اختي قناة الريسمس اكتنج بتقدم فيديوهات جميلة جدا، ان شاء الله تعجبكم. يا تزوروا قناتها، وشكرا لكم، الى اللقاء، باي باي.